محمد صلاح والكلام عن محمد صلاح يا ايمن مهم جدا. انا بالنسبه لي ارى ان محمد صلاح مجرد وجوده في الملعب من الناحيه التكتيكيه والناحيه الفنيه والناحيه الرقميه والناحيه الاقتصاديه والناحيه كل النواحي اللي حضرتك عايز تقولها، مجرد وجوده يجري ما يجريش، يقف ما يقفش، يتحرك ما يتحركش، مجرد وجوده في الملعب هو خاطف عين واحد او اثنين او ثلاثه، وبالتالي بيقلل تركيز الناس اللي حواليك من المدافعين اللي ضدك، فكده كده بيخلي الناس التانية تلعب مستريح اكتر. فيعني انا ما عنديش تعليق على اداء محمد غير ان هو يستحق ان هو يكون في هذه المكانه بهذه العقليه اللي كان بيتكلم عنها سراج في الاول. طبعا يا كابتن اسلام، نتكلم في لعيب من اهم 5 أو 10 لعيبه على مستوى العالم في السنين الاخيره. هنقول ان ال10 بحيث ان هو بيخش ذا بيست، بيخش بالون دور، موجود الترتيب السنه دي تقريبا ال11 لو بنتكلم بالون دور، يعني رغم ان ليفربول ما حققش البطولات السنه اللي فاتت الكبيره او البتاع، لكن ان هو موجود في المراكز الاولى كافضل لعيب في العالم، فطبعا وجوده زي ما حضرتك قلت كده مهم جدا. محمد صلاح كتير ناس كانت ساعات تقول هو عمل ايه للمنتخب او عمل. بيجي مع المنتخب ما بيلعبش زي ليفربول، لا يعني ارقامه نفسها بتتحدث عن اللي قدمه للمنتخب. ممكن يكون غير موفق مع زملائه ان هم يحققوا كاس امم افريقيا في مرتين في 2017 وفي 2021 او اللي هي كانت بتلعب في 22، ولكن بنتكلم ان هو يعني مميز جدا. بص ده ما ينتظر محمد صلاح يا كابتن. ايوه عموما هو لعب 3 بطولات، دي البطوله الرابعه هتبقى ليه لما هيشارك. لعب في كاس العالم مره، هو هداف مصر في كاس العالم مع عبد الرحمن فوزي جاب جونين. بنتكلم هو هداف مصر في تصفيات امم افريقيا 18 هدف، هو هداف مصر في تصفيات كاس العالم 15 هدف، هو تاني هداف لمصر في التاريخ بعد الكابتن حسام حسن. ويعني نقدر نقول ان صلاح لو كمل 2 3 كمان ان شاء الله بعيدا عن اي اصابه هيعدي الكابتن حسام حسن. لو سجل في كاس الامم الافريقيه يبقى اول لاعب في تاريخ مصر يسجل في 4 نسخ بشكل متتالي. فالنهارده دي كلها ارقام كبيره للاعب ما نقدرش نقول ان هو ما قدمش حاجه مع منتخب مصر، او ان هو بيجي مع منتخب مصر ما بيظهرش بشكل كويس. حتى ممكن برضه هنستعرض الارقام مفصله بتاعه اهدافه، هتلاقيه ان هو مساهم في امور كتيره، لعب مع تقريبا 3 اجيال لحد ما هو حاليا هو بقى قائد منتخب مصر. يعني هو النهارده بص كابتن اسلام في كاس العالم لعب 2 مباراة جاب 2، في امم افريقيا لعب 17 مباراه جايب 6 وصنع 3، في تصفيات كاس العالم لعب 22 مباراه جايب 15 وصنع 10. ارقام عظيمه. بالظبط كابتن اسلام، في تصفيات امم افريقيا من 25 مباراه جايب 18 هدف صانع 9، في الوديات 28 جايب 13 صانع 9، الاجمالي بتاعه تقريبا 94 مباراه جايب 54 هدف صانع 31. طبعا في هدفين او هدف اللي هو في ماتش كان سويسرلاند الناس بتختلف عليه ده ماتش دولي، لا مش ماتش دولي. ففي النهايه محمد صلاح ما ينقصه مع منتخب مصر التتويج ببطوله، بهذه البطوله، هذه البطوله، او يعني ان شاء الله رب يعني ربنا يديله الصحه. 2025 مش بعيدة يعني لو هو كمل موجودة، لكن بنتكلم ان هو ما يزين كل ارقامه دي هي بطولة زي يعني كريستيانو رونالدو. هو هياخد كاس العالم؟ لا هي البطولة دي هو في رقم لفت نظري قوي واحنا بنستعرض وايمن بنستعرض الارقام دلوقتي اللي هي في معدل تهديفه او الاهداف اللي سجلها في المباريات. عظيم. احنا بنتكلم في 54 هدف منهم 42 هدف رسمي. صح، في مباريات رسميه. لا يعني وخلي بالك برضه معدل وجوده في المباريات الوديه ده دليل على حبه لهذا البلد وحبه. خلي بالك هو ممكن 3/4 الماتشات الوديه ما يجيش. بالظبط. نجوم كتير في افريقيا بالذات الحقيقه يعني بتعمل كده. فاهم قصدي يعني. لكن وعندنا لكن يلا اقصد انه يعني انه هو الارقام وجوده في المباريات الوديه لا ارقام كبيره. صحيح ارقام كبيره جدا، بس يعني زي ما قلت لك انا لفت نظري قوي ان اغلب الاهداف كانت في مباريات رسميه. ده يعني مهم جدا الحته دي. بقول لحضرتك نختمها بايه، ان كريستيانو رونالدو هذا اللاعب الاسطوري في لحظه هو حس ان تتويج نجاحاته كلها ان هو يكسب لقب مع منتخب بلاده. كانت بدايته له كان اليورو لما كسب اليورو، حتى في المباراه النهائيه لما كان مصاب، وبعد كده لما كسب دوري الامم. ليونيل ميسي بكل يعني اسطورته وارقامه الخرافيه وموهبه الهيه
كان دايما هو حاسس ان في حاجه ناقصاه، ان هو مش قادر يكسب بطوله مع منتخب بلاده. صحيح. والدنيا فتحت معاه بالكوبا امريكا، بعد كده كاس العالم اللي الدنيا كلها كانت قاعده، البرازيليين كانوا قاعدين مستنيين ميسي. كده كان يروح رايح في امريكا بقى. لا هو هيلعب الجايه يعني، هو برضو عنده هدف تاني، ان هو نفسه. هو قال لك انا دلوقتي بستمتع بحياه بطل العالم. ويخرج كمان يعني كان ممكن جدا يعتزل دوليا بعد كاس العالم، انما هو اصر يلعب كوبا امريكا الجايه، هو عايز ياخدها. ليه؟ عايز. عشان يخرج كمان من المقارنه بقى بينه وبين مارادونا. لا انا قفلت اللعبه خالص بقى يعني، من كل ناحيه يعني. هو قفل اللعبه. فالنهارده هو صلاح بالنسبه لمنتخب مصر في نفس القيمه، بس هو محتاج البطوله، فاضل له امم افريقيا طبعا. فده بشكل عام صلاح. وحضرتك قلت حاجه مهمه اقتصاديا، النهارده محمد صلاح رجله بس بتتحط في اي مكان معاك، بص الدنيا كلها طبعا. منتخب مصر قيمه، اتكلم امم افريقيا 7 مرات قيمه كبيره، لكن اتكلم وجود محمد صلاح مع منتخب مصر، لا قصة كوت ديفوار كلها مستنية تتفرج على محمد صلاح.